بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معاكم الدكتور محمد رفعت حبة، استاذ الأشعة في جامعة قناة السويس. هنبدأ نتكلم سلسلة محاضرات عن السبيشيال تكنيكس، اللي هي تكنيكس بتاعت الفحوصات الخاصة. اول محاضرة النهاردة عن انترودكشن to special techniques. طبعا احنا عارفين X-ray examinations، يا اما conventional X-ray اللي هي البلين X-rays للعظام والشيست والسباين، كل البلين X-rays دي بنسميها conventional X-ray examinations. الفحوصات الأخرى بنسميها special X-ray examinations أو special techniques، زي مثلا فحص الـ IVB، فحص الكلى بالسبب، تطور special techniques، جهاز الهضمي GIT، فحص المعدة بالصبغة باريام ميل، ده يعتبر special techniques، فحص القولون بالصبغة باريام إنما، ده special technique، فحص الشرايين بالصبغة angiography. طبعا الاشعات العاديه اللي هي كونفنشن اكس رايز بنعملها على الاكس راي تيبل العاديه او كونفنشنال باكي تيبل العاديه او جهاز الاشعه العادي، بينما السبيشال اكس راي اكزامينيشنز دي في معظم الاحيان بتحتاج الى جهاز خاص معاه ايمج انتنسيفاير او تي في عشان نبقى شايفين الجزء اللي احنا بنصوره واحنا شغالين. يبقى conventional radiology plain x-rays it is the radiological examinations used to examine different parts of the body without using contrast media, for example chest, bones, skull, spine, abdomen. والإكس راي ماشين يوزد إز باكي تيبل أو كونفنشنال إكس راي ماشين، بينما السبيشال تكنيكس إت إز راديولوجيكال تكنيكس ذات آر يوزد تو إكزامين سبيشال سيستمز أوف ذا بودي يوزينج كونتراست ميديا، فور إكزامبل جي أي تي إكزامينيشنز أوف ذا ستومك أند ذا كولون، فور اكزامبل ايضا الانجيوغرافي اللي هي تصوير الشرايين باستخدام الصبغة. طيب احنا في عندنا حاجات معينه لازم نبقى عارفينها قبل ما نعمل اي سبيشال اكزامينيشن. نمره واحد انديكيشن اوف اكزامينيشن، لازم اعرف العيان ده جاي يعمل هذه الاشعه ليه، الغرض من الفحص ايه. طبعا السؤال ده في غاية الأهمية، يعني لما عيان جاي يعمل أشعة بالصبغة على المعدة اللي هي زي ما احنا عارفين اسمها باريام ميل، ابقى عارف ان هو هل في اشتباه قرحة، اشتباه ورم، اشتباه فتء في الحجاب الحاجز، فلازم ابقى عارف الاكزامينيشن الغرض من الفحص ايه. طيب الكلام ده مهم ليه بقى؟ لان انا يعني ممكن اعمل بعض الاوضاع الخاصه اثناء التصوير والتي تساعدنا في الاجابه على هذا السؤال المحتمل. يبقى في بعض بعمل بعض الفحوصات الخاصه أثناء التصوير عشان تبين إيه السؤال ده أول، والحاجة دي أبينها لو موجودة بطريقة كويسة أو أنفي وجودها تماما. النقطة الثانية كونترا إنديكيشنز، موانع الفحص، هل في عندي موانع تمنع إجراء هذا الفحص سواء من ناحية المريض، مثلا من ناحية الصبغة المستخدمة. فكل فحص وله الايه الظروف بتاعته والتي قد تمنع اداء وعمل هذا الفحص. نمرة ثلاثة الادوات
اللي انا محتاجها ايه؟ يعني محتاج صبغات، محتاج حاجات، ادوات معينه، جونتيات، محتاج ادوات تعقيم. لازم طبعا الفحوصات تتم تحت ظروف تعقيم 100% عشان خاطر ما سببش في عدوى للمريض، فلازم الفحوصات بتاعتي تكون معقمة تماما، والمواد بتاعتي لازم تكون جاهزة قدامي على ترابيزة الفحص أثناء بل قبل عمل الفحص. تحضير المريض، most special radiological examination needs preparation. يعني معظم الفحوصات الخاصة بتحتاج فحص. أبسط حاجة الصيام، الفحص العيان يبقى صايم لمدة 8 ساعات مثلا، لأن العيان هياخد صبغة، ولو في احتمال عنده، احتمال بسيط عنده حساسية من الصبغة أو يفضل المريض يكون صايم. نمرة 2، بعض الفحوصات بتحتاج تحضير زي الجهاز الهضمي، يعني المعدة صيام، بس القولون صيام مع إجراءات معينة لتنظيف القولون من الفضلات قبل محقن السبب. يبقى إذن لازم نقطة نمرة 4 اللي هي preparation of the patient مهمة جدا. على سبيل المثال فحص القولون بالسبب، فحص القولون بالصبغة، وده من الفحوصات اللي بتحتاج زي ما بنقول ايه بريبريشن 100%. الغرض من البريبريشن ايه في هذه الحالة؟ هو تنظيف القولون، نظافة القولون، نظافة تامة عشان خاطر اما احقن الصبغة ما بقاش فيه فضلات ممكن ايه اشوفها اثناء بعد في الصور إيه تبدو أمامي كأشياء أخرى، ورم مثلا أو حاجة زي كده. إزاي بقى طريقة البريبريشن، ميثود أوف بريبريشن؟ نمرة 1، لاكستيف، ملين قبل الفحص ب 24 إلى 48 ساعة. هي 24 ساعة كفاية، لكن بعض العيانين اللي يجي يقول لك ده أنا عندي إمساك مزمن وما بخش الحمام إلا مرة في الأسبوع، لا ده الأول أديله ملين قبل الفحص بثلاث أربع أيام لحد ما أطمن إن هو بدأ الفضلات كلها تنضف، وبعد كده أبدأ إن أنا أتابع خطوات نظافة القولون. يبقى نمرة 1 لاكستيف قبل الفحص ب 24 إلى 48 ساعة، وقد تمتد لأكثر من ذلك في حالات معينة. نمرة 2، لو ريزيديو دايت، لو ريزيديو دايت، وطبعا لازم نفهم اهالينا يعني ايه لو ريزيديو دايت، يعني ما فيش سندوتشات، ما فيش اكل فيه فضلات، ما فيش فيه عيش بلدي، كلها عصائر في ال 24 ساعة اللي قبل الفحص، عصائر شوية شوربة، ما فيش خضروات، ما فيش فواكه، ما فيش عيش. نمرة 3، كلينينج انما، يعني ايه حقن، نظف القولون من الفضلات باستخدام الماء الدافئ، ويفضل اعمل اثنين، واحده ماء دافئ قبل، واحده حقنه شرجيه 2 لتر قبل الفحص ب 12 ساعه يعني يوميها بالليل، واحده ثانيه قبل الفحص بساعتين. يبقى هنتكلم على الملينات، هنتكلم على الاكل، هنتكلم على الحقنة الشرجية، ودي لازم تكون لترين بماء فاتر قبل الفحص ب 12 ساعة وقبل الفحص بساعتين، والعيان بيعملها وهو نايم على جنبه ويتقلب شوية يحتفظ بالحقنة على الأقل من 5 إلى 10 دقايق، وبعد كده يروح الحمام. يعني مش مجرد من الحقنة يطلع جري على الحمام على طول، لا، عشان ندي فرصة للفضلات انها تبوش في المية وتبقى سهل انها تخرج بعد كده. وطبعا لازم افهم العيان ازاي هيعمل حقنة شرجية، لان مش كل الناس بيعرف يعملوها، لان دي حاجة مش العيان مش متعود عليها، يمكن بيعملها مرة في حياته ولا اول مرة يسمع عليها ولا اي حاجة. يعني ما اقولش العيان راح يعمل حقنة شرجية واسيبه، لا، يبقى لازم يعمل حقنة شرجية من اللي هي الكبيرة اللي هي حجم لترين،
انما الحقن اللي هي نص لتر دي في حقن جاهزه نص 500 سي سي او حاجه وضايفين عليها مواد معينه دي هتنضف لي جزء من القولون بس اللي قريب من فتح الشرج وبقيه القولون. طب انا هحتاج كام واحده بقى؟ هعمل واحده وبعدين اكمل لترين ورا بعض وبعد كده اخلي العيال ينزلوا كلهم مره واحده. فهي يفضل الحقنه الصاج بتاعتنا بتاع زمان او حقنه بيكون لترين ميه فتره بدون اي اضافات. وطبعا صيام المريض مهم جدا قبل الفحص. ده بالنسبة للجهاز الهضمي. الجهاز البولي يعني يفضل طبعا ان انا اعمل العيان حقنة شرجية صيام قبل الفحص ب 12 ساعة. لو العيان عنده امساك مزمن يبقى هديله ملينات لحد ما اطمن الامساك وعمل نظافة كويس وعمل حقنة شرجية وبنزلت نظيفة. طب ده مهم ليه؟ لان المهم لانه عشان خاطر لو فيه حصاوي خاصة حصاوي صغيرة وخاصة العينين اللي بيجوا يتابعهم اللي فيه عنده حصوة ويجي يتابع بعد كده او عمل تفتيت وجاي يتابع بعد التفتيت فلازم ان انا يكون فيه تحضير كويس عشان اشوف اقدر اشوف لو اي حصوات صغيرة ممكن ان انا اشوفها. طريقة عمل الفحص how to do the examination. طبعا هو الفحص احنا كلنا بنشتغل كتيم ورك طبيب الأشعة مع فن الأشعة مع تمريض الأشعة كلنا بنشتغل مع بعض من أجل خدمة المريض وعشان يطلع الفحص مفيد وكامل ويجاوب على السؤال المطروح. فاحنا لازم نبقى عارفين كلنا ازاي نعمل الفحص. وطبعا طريقة تصوير الفحص patient position and radiography يعني هيبقى محضر العيان ومجهزينه وجاي يعمل ومش عارف ايه لازم اعرف اعمل position بقى كويس بحيث ان هو يغطي الجزء المقصود ولازم تطلع صورة كويسة of a high quality. تمام. يبقى طريقة عمل الفحص مهمة جدا. وضع التصوير بتاع المريض مهمة جدا. الجزء اللي مصوره لازم يكون واضح تماما في الأشعة ما يبقاش الفيلم مقطوش مثلا مش مبين الجزء السفلي من مجرى البول أو قطش الكلى من فوق أو حاجة فممكن يبقى فيه حصوة موجودة في هذا المكان أو حاجة ومش باينة قدام. هل في مضاعفات للفحص ولا لا؟ لازم أنا عارف هل في مضاعفات للفحص اللي أنا بعمله ولا لا. ففي بعض قد يكون هناك بعض المضاعفات للفحص نفسه وقد يكون هناك مضاعفات بعض المضاعفات لاستخدام الصبغات فلازم عارفين هذه الحاجات دهيا. ودي مضاعفات نادرة جدا يعني ما فيش اي تقريبا لا توجد مضاعفات تذكر للفحص وتقريبا مضاعفات الكونتراست ميديا الوقت اصبحت نادرة عشان احنا بنعد بنستخدم كونتراست ميديا نون ايونيك بس لازم ابقى مدرك ان ممكن يبقى في بعض الحاجات النادره ولازم اعرف ايه هي وازاي اتعامل معها. طيب جهاز الاشعه اللي استخدمه ايه هو بقى جهاز الاشعه اللي استخدمه؟ يا اما عندي نوعين من اجهزه الاشعه في الاسم يا اما عندنا باكي تيبل اللي هو جهاز الاشعه العادي اللي هو بستخدمه في الاشعات العاديه بلين اكس رايز وشيست وحاجات زي كده وده مش هقدر اعمل عليه الا بلين اكس راي يورينري تراكت احيانا وبنعمل عليه الاي في بي برضه. النوع الثاني الاجهزه اللي هو الايمج انتنسيفاير او اللي بنسميه جهاز التي في او بنسميه جهاز الفلوروسكوبي وده بيبقى بشوف الفحص قدام بقى لو بدي العين صبغه للمعده مثلا بقى شايف الصبغه وهي نازله وبشوف المعده وبقدر اخد الاوضاع المختلفه للتصوير عشان اشوف الاجزاء المختلفه للجزء اللي انا عاوز اصور. يبقى انا عندي في فحوصات صبغه بعملها في الجهاز الاشعه العاديه زي الاي في بي فحوصات صبغه لازم تتعمل باستخدام جهاز التي في زي جهاز الفحوصات الجهاز الهضمي زي فحوصات تصوير الشرايين مثلا دي لازم تتعمل بجهاز التي في.
يبقى عندنا الكونفنشنال اكس راي ماشين بتستعمل لتصوير ايه اللي هي البرين اكس رايز بقى الشيست والسباين والجوينتس والبرين اكس راي ابدومين وكده. والثانيه ده قدامنا دي كونفنشنال اكس راي ماشين اهي, والاكس راي تيوب ابوف ذا بيشنت والاكس راي فيل ان ذا باكي بيلو ذا تيبل, ودي بقيه الجهاز الاشعه العادي عشان ابين لك شيست ستاند اللي هو عليه الرمز A, والرمز B ده بيبين العمود بتاع الاشعه اللي هو بيحمل التيوب اكس راي تيوب دي اللي هي الباكي تيبل. مكونات الباكي تيبل هي تيبل وذ باكي اكس راي تيبل وذ باكي, وفي شيست ستاند وفي التيوب ستاند اللي هو عليها الاكس راي تيوب. ده هنا بيبين العيان بيعمل شيست اكس راي, طبعا بين شيست ستاند والاكس راي تيوب بين هنا الاكس راي تيوب مش على تيوب ستاند بقى, ده هنا معلقينها في السقف اللي هي سيلينج تيوب, بيسموها سيلينج تيوب, متعلقه بتمشي على ريل واي في السقف على قضبان حديد في السقف, وبنشدها ننزلها تحت عشان نصور بها العيان ونرفعها تاني. وهنا باين السهم مشاور اكس راي تيوب وسهم تاني مشاور على شيست ستاند, وفي سهم هوريزونتال مشاور على الايه على حته رصاصه كده حاطينها على البلفس بتاع العيان عشان نحمي الايه الاعضاء التناسليه بتاع المريض حمايه له من يحصل تشوهات وحاجه, خاصه في الناس اللي هم صغار السن, خاصة اللي هم الناس اللي هم ايه صغار السن. يبقى الجنيد الشيلدينج او الجنيد البروتكشن حتة رصاصة بنحطها على الحوض عشان نحمي الناس اللي هم صغار السن. ممكن نحطها على اي حد طفل صغير طبعا, دي لازم اعملها لازم احطها, ودي حتة بتاع ابر رصاص صغير بنقص يعني موجود عندنا في الاقسام كلها, لو ما فيش هشوف اي ابر قديم واقص حته على قد البلفس كده اهو, ويتعمل لها ايه تثبيت معين في الجسم بحزام بلاستيك او حاجه, بحيث دي حاجه بسيطه جدا لكن الفايده بتاعتها فائده عظيمه جدا. ده فور ايه الهدف بتاعها فور جونيدل بروتكشن, ودي بقوم جاي حاططها على الناس خاصة الناس اللي هم في تشايلد بيرينج, يعني طفل صغير بنت صغيرة واحدة ست في سن الإنجاب شاب كل الحاجات دي احط لها احط الايه الجنيدال شيلدنج ده. ودي لاحظ انها بره يعني بره دي بتتحط ايه اوتوماتيك يعني اوتوماتيك على طول, فاحنا لازم نتعود على الحاجة دي, حاجة بسيطة وغير مكلفة وموجودة عندنا في الاسم موجود عندنا في كافة الأقسام, مش موجود عندنا أنا بجيب أبرون قديم هو فصله وبعمله لكده, دي لحماية أهالينا من الراديشن إكسبوشر تو ذا جونيتس الأعضاء التناسلية وحمايتهم من التشوهات المستقبلية من أول الأطفال لحد الناس اللي هم في السن المتوسط وكده. حبيت تحطها لكل الناس خلاص يبقى كتر خيرك يعني. نعتبر له الفلوروسكوبي او التي في اكس راي ماشينز اللي بنعمل عليها الفحوصات الخاصه بقى اللي زي فحوصات الجهاز الهضمي على المعده, زي فحوصات الانجيوغرافي تصوير الشرايين, لازم طبعا ابقى شايف قدام الاساطر والحاجات, شايف قدام الاسطره داخله فين والصبغه وهي ماشيه, فحوصات الاشعه التداخليه كلها ما ينفعش تتم بدون ان يكون عندي جهاز تي في. ايضا دي صورة جهاز التي في او الفلوروسكوبي اكس راي ماشين, هنا بينها تيلتنج تيبل, هي بينها تيلتنج تيبل يعني هنا دي الترابيزه دي ترابيزه متحركه, ترابيزه تيلتنج تيبل يعني تيلتنج تيبل يعني بقلب الترابيزه, بيبقى راس العيان ناحيه فوق رمز A ورجل العيان تحت, ممكن الترابيزه تميل ناحيه راس العيان بزاويه 25 الى 30 درجه, ولكن نحو قدم العيان ممكن الترابيزه تقف لحد 90 درجه. تمام. طب هنا الاكس راي تيوب فين؟ فوق العيان. اكس راي تيوب فوق المريض, واللي تحت المريض اللي هو بيبقى الباقي, وبقيه الايمج اندنسيفاير اللي هتاخد الاكس راي تيوب تحولها الى ايمج هتبان قدامي على ايه على تي في في غرفه التصوير. يبقى هنا الاكس راي تيوب موجوده اباف ذا تيبل,
والإيمج انتنسيفاير أو وحدة التي في موجودة below the table. يبقى دي الأنبوبة فوق الترابيز above the table. في بعض الأجهزة بتيجي الأنبوبة below the table, الأنبوبة below the table and the TV unit أو إيمج انتنسيفاير unit بتبقى above the table. خلاص؟ يبقى لو الأنبوبة فوق الترابيز يقول لك they over couch tube, يعني الأنبوبة فوق. لو الأنبوبة من تحت الترابيز يقول لك under couch tube, يعني الأنبوبة تحت الترابيز. سواء كده أو كده اليونت بتبقى فيها إكس راي تيوب وفيها إيمج انتنسيفاير. اليونت دي بيبقى فيها بالإضافة هنا 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 الإكس راي تيوب فين؟ تحت الترابيز. الإيمج انتنسيفاير أو تي في يونت فين؟ فوق الترابيز. طيب يبقى الإيمج انتنسيفاير اللي فيها الرمز A, الرمز B بقى اللي هو الايه بيبين عامل لي فيه اكس راي تيوب هنا اضافيه. اكس راي تيوب ايه؟ اضافيه جايه راكبه في السقف, مركبينها في السقف بتاع غرفه الاشعه وبشدها اكون عاوز اعمل ايه ستاندنج اكس راي ابدومن او شيست اكس راي على شيست على الايه الستاند اللي هو سي. يبقى عندنا هنا في تو اكس راي تيوبس, واحده بلت ان جوه الجهاز تحت الجهاز والثانيه موبايل سيلينج. موبايل سيلينج يعني ايه؟ لازقه في السقف. ده يعني تصوير مبسط للاكس راي ايمج انتنسيفاير يونت. اكس راي تيوب تحت الجهاز والايمج انتنسيفاير فوق الجهاز او التي في يونت والمريض بتاعنا هو, والصوره بتطلع من الاشعه بتطلع من تحت تعدى على المريض تخش على الايمج انتنسيفاير, ايمج انتنسيفاير يطلع للصوره على ايه على شاشه التي في قدام. تمام, هي نفس الصورة هي برضو مبين المريض نايم والأشعة من تحت ممكن تبقى من فوق وهكذا. طيب إيه طب إيه, في عندنا جهاز الأنجيوغرافي ماشين لعمل الأنجيوغرافي, هو نفس جهاز التي في أو الإيمج انتنسيفاير, لكن أنا في الأنجيوغرافي هنا بحتاج إن أنا أخذ صور سريعة. يعني أحيانا أخذ صورة كل ثانية, صورتين كل ثانية, على حسب الايه على حسب الشريان والجزء اللي انا عاوز اصوره في. فلازم لازم جهاز الاشعه يكون قادر ان هو ياخد صور متتابعه ايه سريعه, وده بيتطلب حاجتين: كفاءه عاليه من الجهاز, مواصفات كفاءه عاليه من انبوبه الاشعه وجهاز الاشعه نمره واحد. نمره اتنين بيحتاج عندي حاجه اسمها ايه سيريال تشينجر, يعني عشان خاطر تجهيز الفيلم يتغير بسرعه تحت المريض مع الراديشن اكسبوزر طبقا لبرنامج معين. طبعا الاجهزه الحديثه بيصور الحاجات دي كلها ديجيتال على 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 السكرين ديجيتال. الاول كان بيبقى فيه بنحط حاجه اسمها سيريال فيلم تشينجر, يعني جهاز مخصوص تحت العيان بيغير الافلام بسرعه. الوقت بقى الجهاز الحديثه ديجيتال فبينقط الصور على على ديجيتال بليت بطريقه معينه ونسجل الصور دهيا ونرجع نستعرضها على شاشه التي في قدامنا. في نوع ثاني اللي هو الماموجرافي اكس راي ماشين, دي سبيشال اكس راي ماشين ديزايند تو دو اكزامينيشن اوف ذا بريست. يبقى دي اكس راي ماشين designed to do examination of the breast. فيه دي special x-ray machine, في مواصفات معينة للx-ray tube, مواصفات معينة للكاسيت, مواصفات معينة للفيلم اللي بيستخدم. في عندنا أجهزة تقليدية عادية وفي أجهزة دلوقتي ديجيتال على طول بتعرض الصورة قدامي, يعني يا إما بديجيتال كاسيت أو بتعرضها على الشاشة بتاعتها. طيب ده موجز يعني للانترودكشن, مقدمة للفحوصات الخاصة اللي احنا هنتكلم عليها في المحاضرات التالية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.